كنت بقول لك على اللي حصل في الزمالك عند مقر وزارة الثقافة، القصر اللي على النيل في أبو الفدا في أول شارع الجبلاية، وإزاي المثقفين والفنانين المصريين خدوا قرار ما يسيبوش الشارع. الفنانين والمثقفين المصريين بشكل عام خدوا قرار إنه مش هيفكوا الحصار اللي بيفرض وبينسج وبيبنى حول الثقافة المصرية، لا، احنا هنهد كل هذه الحصون بتاعة اي شكل من اشكال حصار الثقافة المصرية، هنأتي عليها. خلي بالك انه يوليو كانت للقوى الناعمة ايضا، القوى الناعمة المصرية 3 يوليو، والقوى الناعمة 3 يوليو، والثقافة المصرية والمثقفين 3 يوليو، والفن المصري 3 يوليو، وتراث مصر، انقاذ الثقافة المصرية من الأخوان. معانا أيضا على تليفون الكاتب الصحفي الكبير والصديق الرائع وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع. أهلا يا وائل. أستاذ يوسف الجميل، عامل إيه يا صديقي؟ مستمتع والله بهذه الإطلالة العظيمة اللي أنت عاملها على ثورة 30 يونيو. الله يحفظك، ربنا يخليك. القلب منها يا أخي، ربنا يكبر بخاطرك والله العظيم. خليني بقى أنا الله. أستمتع برؤيتك لتلاتة سبعة وهدم كل الدشم والنقاط الحصينة اللي حاول ينسجها الإخوان حول الثقافة والفن المصري. الحقيقة يعني لا، يعني دي المعركة الأم، أو زي ما بيسموها كده أم المعارك، كانت هي معركة الهوية ومعركة الثقافة المصرية. يعني خلينا كده، معلش خلينا هبدأ معاك بالمقلوب أرجوك. يعني هتخيل كده أنا وأنت دلوقتي إن في وسط الهجمة الكبيرة اللي بيتعرض لها تاريخ مصر عن على يد جماعات الأفرو سنتريك، اللي هي بتدعي إن الحضارة الفرعونية ليست ملكا للمصريين وإن في أعراق أخرى شاركوا فيها. تخيل دلوقتي لو كان، والعياذ بالله، يعني حكم الإخوان كان موجود وفي هجمة زي دي حصلت، تمام؟ الرد الفعل الأول ليهم، وإحنا مالنا مضغوط في داهية، دي حضارة كافرة، دي حضارة وثنية، دي حضارة صح، عندك حق، يعني لا تمت لنا، ودي حضارة ملعونة، تمام؟ لكن شوف دلوقتي الهجمة دي، أما الشعب المصري كله تصدى لها وغضب منها غضب شديد جدا، ودافع عن تاريخه وآثاره وهويته وحضارته بدفاع كبير جدا، تمام؟ ثم يعني كان في قلب هذه المعركة الشركة المتحدة اللي قررت ان هي تعمل برامج وافلام وثائقية للتعريف بالتاريخ المصري، وتعمل مجهود كبير ثقافي للحفاظ على الهوية المصرية والدفاع عنها. هنا بقى هذه اللحمة المتشابكة ما بين هوى الشعب وهوى النظام المصري، هي دي اللي كانت الشعب المصري بيحارب عشانها، وكان بيقاتل قتال مرير وشديد جدا جدا من أجل إنها تحصل، مش يبقى في عملية اختطاف لتاريخ مصر لصالح تواريخ أخرى، أو لحضارة مصر لصالح حضارات أخرى، أو لهوية مصر الثقافية والاجتماعية لصالح هويات أخرى وتبديل الهوية. فأنا بدأت معاك بالشقلوب شوية. أيوة، لا بس أنا معايا، أنا شايف أن البداية الحقيقية لثورة 30 يونيو كانت وثلاثة سبعة من بعدها كانت في الثقافة. ونحن نعلم، أنا وأنت نعلم تمام العلم، ما يعني احترام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للثقافة والمثقفين. ويعني خليني أقول لك، كتير بعض مع كتاب، أنا يعني كنت قعدت مع يعني كاتب كبير قبل كده، كلمني عن سيادة الرئيس قبل ما يبقى رئيس، لما كان لسه في المخابرات العسكرية، وإزاي لما أهداله كتبه قعد أراها كتاب كتاب، وقعد يراجعه بعد كده اتصل بي، وقعد يسأله عن المعلومات اللي فيها معلومة معلومة، وكان بالصفحات معلم بالصفحات، والأفكار بيدونها وبيسأله فيها وبيضيف له معلوماته وبيتفاعل معاه. قد إيه هذه الدولة، دولة 30 يوليو و37 من بعدها، خلت الفن على رأس المعركة،
وخلت الدفاع عن الهويه المصريه واعاده تقديم الهويه المصريه في ابهى وازهى صورها اللي احنا شفناها في مظاهر كبيره جدا زي حفل افتتاح المتحف الحضاره وموكب المومياوات العظيم وافتتاح معبد الكرنك معبد طريق الكباش الاقصر وازاي مصر دلوقتي يعني بتساعد العالم بدرة الحضارة والتاريخ في المتحف المصري الكبير ودرة الفن في الشرق الأوسط دلوقتي في مدينة الثقافة والفنون. كل ده أعمال يعني زي ما بيقول كده المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائمه، أعمال كبيرة، أعمال مجيدة تضاهي في كبرها وعظمتها ما تم في تاريخ مصر من إنشاء دار الأوبرا وافتتاح قناة السويس وكل الحاجات اللي احنا كنا بنتخيل إن هي كانت تاريخ وراح وإن مصر مش هتقدر تصنع أمجاد زي اللي صنعتها، لكن الحمد لله مصر بتصنع أمجاد وقادرة على إنها يعني تثبت طول الوقت إنها جديرة باسمها وجديرة بمكانتها. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا 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 الكاتب الصحفي الكبير أستاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع.